كلنا نفسنا نوصل ايه هو الطعم اللي بيوصلنا لدجاج تكه. هنعملها ببهارات التكه. البهارات دي اساسها نوع توابل واحد. البهارات دي اللي هي بهارات المصاله دي بتيجي جاهزه في كيس هتلاقوها في اي سوبر ماركت، هتلاقوا مكتوب عليها بهارات مصاله. البهارات الطعم الدجاج التكه اساسه البهار ده. اللون اللي بيجي منها بيجي من الكركم مع البابريكا، وهنديها زعتر وليمون وزبادي يطري الفراخ. يبقى احنا هنعمل التتبيله بتاعتنا. هنجيب فرخه هنقسمها نصين، نص الفرخه الورك بالصدر وورك وصدر تاني، ونعملها مسحبه، نخلي الفرارجي يشيل لنا جزء من العظم وجزء من العظم تاني نخليه علشان يمسكها على الشوايه، بس اغلبيه الصدر يكون مسحب عشان يستوي معانا اسرع. هستخدم للتتبيله كيلو كوب زبادي، 3 معلقه كبيره بهارات مصاله دي، ودي اساسيه جدا في الوصفه. يعني لو انتوا عايزين توصلوا طعم تكه بالظبط مش طعم شوي حلو، الشوي الحلو ممكن يجي بالزبادي مع زعتر مع ليمون مع ملح وفلفل. لو عايزين توصلوا طعم تكه بالظبط لازم بهارات المصاله مع 2 معلقه صغيره كركم، معلقه كبيره بابريكا، عصير نص ليمونه، معلقه صغيره زعتر، زيت، ملح وفلفل. ده كده هستخدمه للتتبيله. نعمل بقى التتبيله مع بعض. حط شويه زيت. الزيت بيدي لمعه حلوه قوي للفراخ، وفي نفس الوقت بيخلي البهارات تدخل في بعض وبيطريها. والزبادي والبهارات المصاله والبابريكا والكركم اللي بيديها اللون لما بنشتريها حتى جاهزه بتبقى لونها مصفر شويه كده، هو بسبب الكركم. والليمون والزعتر بقى لو فريش يعني يا ريت، يبقى طعمه اقوى كمان من الجاهز. واخد بقى ملح وفلفل واحط المقدار كاني هعملها في الفرن، مقدار الملح لان مفيش اي حاجه في البهارات دي بيبقى فيها ملح، فنظبط المقدار الملح كاني بعمل فرخه، بحط تقريبا معلقه ملح. واجيب بقى السكينه، عايزة أعمل كام فتحة كده بس عشان البهارات تدخل من جوه. طبعا الوصفة دي التتبيلة كل ما تقعد فعلا أكتر كل ما تبقى أحلى أكيد، لأن البهارات تمسك فيها وتديها اللون اللي احنا عايزين نوصله. يبقى احنا حطينا زيت وكركم وبابريكا وزعتر وزبادي وليمون وملح وفلفل وبهارات المصالة وليمون. تبلها كده. عايزة بقى أغرق الفراخ من جوه ومن بره ومن كل حتة بالتتبيلة. عايزين تبقى طعم الفراخ شارب التتبيلة، عشان كده أنا مزودة شوية عشان يبقى فيه جزء من الزبادي أقعد كمان أسقي فيها، وأفتح كده جلدها وأدخل من جوه. ندخل كده من جوه. كده نكون تبلنا الفراخ. أنا حابة أن أنتوا تستخدموا شبكة، مش تحطوه على طول على شبكة ستريت كده عشان تدي العلامات المربعة، عشان نحس ان احنا عملناها زي بتاعة تكة فعلا زي بتاعة برة. فانا هاخد دلوقتي الصدور دي، نص الفرخة افردها، ونحاول نخلي الورك يبقى لازق كده في الصدر علشان مش عايزاهم يتفصلوا من بعض على الشواية. وهخلي بقية التتبيلة علشان نقعد نسقي فيها. بصوا عملت المربعات، لو الكاميرا تجيب عملت المربعات بتاعت المنظر اللي احنا بنجيبها من بره، بيبقى ده المنظر بتاعها. ابتدي بقى دلوقتي احطها كده على الفحم. عندي بقى دلوقتي الرز البسمتي، هستخدم له كوب رز بسمتي معهم 2 كوب ميه، 2 معلقه صغيره كاري، ملح وفلفل وزيت. هنديها اول بس قلبه، هتبقى طويله شويه على كل وش، وبعديها نبتدي نقلب اسرع ونسقيها وكده علشان تستوي معايا تكون طريه، مش عايزاها تدي علامات سودا وتبقى محروقه خالص. فبس هركز ان انا اديها وقتها. هقلب كده في شويه الزيت الصغيرين اللي انا حطيتهم الرز مع الكاري، حط عليهم ملح،
سنة صغيرة قوي فلفل اسود او فلفل ابيض. في ناس ما بتفضلش طعم الفلفل الابيض، فعادي ممكن تحطوا فلفل اسود مش هيبان. سيبهم بس يتشوحوا كده بالمعلقة، واجيب التتبيلة وابتدي اسقي اجهز الطبقة دي عشان لما اقلبها الناحية التانية تبقى برضو تاخد حاجة ما تتحرقش وما تسودش معايا بسرعة. اديله بقى دلوقتي المية، مقدار كوبايتين، واسيبه يغلي معاها على درجة حرارة عالية. اول ما ابتدي يتشرب المية نبتدي نهدي زي اي رز بنعمله عادي. نبتدي نعمل السوتيه مع بعض. هستخدم ايه للسوتيه بتاعي؟ انا مستخدمة جزر وكوسة مقطعهم رفيع قوي وسلقاهم نص سلقة بملح وفلفل وورق لورا، وعندي بودرة ثوم، مش هستخدم ثوم صحيح، وعندي زعتر. ابتدي بقى اعمل دلوقتي اشوح السوتيه بتاعي، ووطيت على الرز، اشوح السوتيه في شوية زيت صغيرين. لو عايزينه من غير اي تشويح هتقلبوا فيه البهارات دي كده في طاسة بسرعة، مفيش برضو مشكلة، تديكم طعم حلو. زعتر وبودرة ثوم، يبقى حطيت على السوتيه بودرة ثوم وزعتر وهو مسلوق نص سلقة بملح وفلفل وورق لورا. هديله شوية فلفل وشوية ملح صغيرين واقلب كده معاكم. بس يبتدي كده ياخد تقليبة على النار يشرب طعم توابل. هسيبها بقى ترتاح. واشيله على طول. دلوقتي هجهز طبق التقديم معاكم.